أحمد، هل هناك ثقوب في القبة الحديدية الإسرائيلية لابد من سدها مع تصاعد التهديد الصاروخي واحتمال مزيد من الهجمات الإيرانية؟ هذا هو التساؤل الآن. في كل الأحوال إسرائيل تحصل على دعم أمريكي ثمين في توقيت حساس. نتحدث عن حصول الدفاعات الإسرائيلية على نظام دفاع صاروخي متطور أو ما يسمى بنظام ثاد. هذا النظام مخصص لصد الصواريخ الباليستية، حتى أنه مقلب بصائد الصواريخ الباليستية أو ملقب بصائد الصواريخ الباليستية. بطارية ثاد هي نظام دفاعي متنقل ستمنح الجيش الإسرائيلي طبقة أخرى إضافية من الحماية للدفاع عن المدن والقوات وأيضا المنشآت من الصواريخ الباليستية داخل الغلاف الجوي أو خارجه، مثل تلك التي استخدمتها إيران في هجومها الأخير. وهذه المنظومة المتقدمة تمتاز بأنها مخصصة للعمل في المناطق عالية الارتفاع، حيث تستطيع إسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة وأيضا متوسطة المدى. وبالفعل المتحدث باسم البنتاغون قال إن الهدف من الدعم الأخير وإرسال منظومة ثاد هو تعزيز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المتكامل، فيما أكد أن هذا الإجراء يأتي من أجل التصدي لأي هجوم إيراني محتمل مستقبلا أو لأذرعها في المنطقة. أما عن التوقيت، توقيت استلامه، فقال مسؤول عسكري أمريكي لنيويورك تايمز بأن الأمر سيستغرق أسبوعا على الأقل لإيصال النظام الجديد والقوات اللازمة إلى إسرائيل، حوالي 1000 جندي على الأقل.